السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع سلسلة مبادئ علم الهارموني واللي بسجلها حصريا لقناة المايسترو محمد الفكهاني ومحدثكم محمد الفكهاني. أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة موعدنا مع اللمس. اللمس أو التألفات الدخيلة أو التألف الدخيل اللي عن طريقه بنلمس لدرجات السلم أو بنلمس لسلم آخر. يعني ده التآلف اللي عن طريقه أعمل لمس لدرجة من درجات السلم أو إن أنا أنتقل بيه انتقال كامل من سلم إلى سلم آخر. واللمس له أنواع. النهاردة هندرس مع بعض أو هندردش مع بعض في اللمس عن طريق تآلف الخمسة بسبعته. يعني هنستخدم الخمسة بسبعته في عملية اللمس. عايزين نقول موضوع اللمس في نقاط سريعة كده. النقطة الأولى لو حبينا نصيغها نقول إن إحنا بنلمس لدرجات السلم بإن إحنا نرفع نص تون. يعني إحنا هنرفع كروماتيا نص تون فيصبح النص تون اللي اترفع ده هو كأنه حساس للسلم الجديد اللي انا عايز استخدمه. والدرجة اللي تم رفعها نص تون دي هنستخدمها كتآلف خمسة بسبعتها. فلو حبينا نصيغها مثلا ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول ان اللمس هو اي درجة من درجات السلم يتم رفعها نص تون فتكون يتم رفعها نص تون فتصبح أو تكون حساس للسلم الجديد. دي النقطة اللي احنا عايزين نقولها ان واحنا ماشيين عايز اعمل لمس لسلم جديد او لدرجة من درجات السلم في حالي على نجمة ارفعها نص تون. النجمة اللي اترفعت نص تون دي هعتبرها هي حساس للسلم الجديد. دي نقطة من النقاط اللي نحطها. النقطة التانية اللي ممكن نتكلم فيها ان النجمة اللي احنا رفعناها دي تعتبر تآلف خمسة بسبعتها وان تآلف الخمسة بسبعتها ده يستخدم لللمس فتعتبر تآلف خمسة بسبعته يتكون من تآلف كبير زائد تلتة صغيرة اللي هو بيسموه دومينان 7. فاحنا هنعتبر ان التآلف الجديد ده هو تآلف دومينان 7 للنغمة اللي احنا عايزين نروح لها. تاني نقول تعتبر تآلف الخمسة سبعته اللي هو بيتكون من تآلف كبير زائد تالتة صغيرة اللي هو لو حبينا نترجمه هو عبارة عن تالتة كبيرة زائد تالتة صغيرة زائد تالتة صغيرة. ده الناتج بتاعه. فواحنا بنكون التآلف ده هنعتبره ان هو خمسة بسبعته للدرجة اللي احنا عايزين نروح نلمسها. فلازم يتم تعديل النغمات سواء كان بالرفع او بالخفض الدزات او بمولات بحيث يكون التكوينة دومينان 7 بحيث انه يبقى تالتة كبيرة تالتة صغيرة تالتة صغيرة علشان يتم تصريفه على الدرجة الجديدة بقواعد التصريف بقى بتاعت الخمسة بسبعتها الطبيعية. والتالف ده احنا لما بنعدل نغماته عشان يروح للسلم الجديد او للدرجة الجديدة كأنه سلم جديد رحنا له انتقال كامل. فلازم نبقى حاطين في دماغنا العلامات التحويل الجديدة للسلم الجديد واحنا هنشوفها دلوقتي في النماذج ان احنا بس نبقى حاطين في دماغنا
ان احنا لما عدلنا النغمات في الخمسة بسبعتها هيسري فيها التعديل على النغمة الجديدة اللي هو السلم الجديد اللي انا رايح له، سواء بقى كان بالديزات او بالبيمولات. يبقى انا اراعي مراعاة، يعني نقدر نصيغها كده مثلا نقول مراعاة دليل او نغمات السلم الجديد. ليه بنقول دليل او نغمات؟ لان احنا ممكن نستخدم اللمس ان احنا نروح لسلم جديد كامل، فيبقى هنحط دليل جديد للسلم الجديد، او ان احنا ممكن يكون لمس لدرجات السلم وانا ماشي، يعني بعمل لمس بس مؤقت. فبرضه وانا بعمل لمس مؤقت لو في دماغي ان الدرجه الثانيه دي كذا، احط النغمات بتاعتها اللي هي تتوافق معها، سواء كان بالتحويل بالرفع او بالخفض. وده طبعا بيتم مع مراعاه قواعد التصريف بتاعه الخمسه بسبعتها مصرفه على الاولى، لان احنا هنعتبر النغمه اللي احنا حولناها نص تون دي خمسه بسبعتها، فلازم الخمسه بسبعتها تصرف الى اولى، يعني التآلف الجديد ده سواء هو كان تانية تالتة رابعة اي درجة من درجات السلم هنعتبره في دماغنا كده في ذهننا انه كأنه هو الاولى اللي انا رايح لها، ماشي. والكلام ده هيبان دلوقتي بالشرح لما نعمل نماذج على المدرج الموسيقي ان شاء الله. قبل ما انهي الحلقة احب افكركم ان جميع السلاسل اللي احنا بنسجلها بيكون الوصلات بتاعتها اسفل كل فيديو موجود على الصفحة، وما تنسوش ان شاء الله تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا ونراكم في حلقة قادمة. السلام عليكم.